السلام عليكم. نكمل خلايا الميون سيستم. في عندنا خلايا اسمها جاما دلتا تي سيل. هذه خلايا طبعا هي عبارة عن خلايا من البون مارو، بتيجي عندنا على التايمس. خلية التي سيل هذه تشكل بشكل او باخر بحيث انها تصبح جاما دلتا تي سيل، يعني بصير في هناك انتاج له مستقبل اسمه جاما دلتا. ذاكرين احنا كنا نقول على المستقبل بتاع التي سيل هو عبارة عن الفا بيتا، هذه عبارة عن جاما دلتا. مالها؟ ما فيش عندها لا سي دي 4 ولا عندها سي دي 8، لكن هذه التي سيل الفانكشن تاعتها اكثر بكون كما يقال في الانيت اميونيتي. تمام، في الانيت اميونيتي بتمثل تقريبا من 3 الى 5 من الخلايا. فهذه الخلايا طبعا ما لهاش علاقه انها تتقابل من خلال ام اتش سي كلاس، نو جاست يعني خلال انتيجين موجود على السيرفس، ليس الا بيحصل نوع من التحفيز انه هذا الانتيجين بيشبك على الجاما دلتا تي سيل بشكل او باخر. بيختلف عن نفس على الفلسفه بتاعت الالفا بيتا ريسبتورز. تمام، الشغله الثانيه كمان انه هذا الجاما دلتا تي سيل ما فيش فيه موضوع التخصصيه الوت زي موضوع قلنا الالفا بيتا ريسبتور بتاع التي سيل او مثلا الانتي بودي بتاع البي سيل، لا. تمام، فهذا الامر مش موجود، وطبعا موجوده في لوكيشن معين، موجوده في مناطق الابيثيليال سيلز، موجوده في مناطق الانتستين. تمام، وهي طبعا ميديت ممكن تساعد في عمليه قتل خلايا الكانسر. تمام، بدون الاعتماد على الام اتش سي كلاس، لانه بعض الاحيان خلايا الكانسر بتعدم ظهور الام اتش سي كلاس على سطحها. فيقال انه الجاما دلتا بتعمل يعني في موضوع الديفنس ميكانيزم اجينست تيومر كانسر، وممكن لوك لايك بتعمل فانكشن از النيتشر كيلر سيل في القتل زي ما هنشوف ليتر اون. النيتشر كيلر سيل هذه عباره عن خليه تي سيل، هي عباره عن ليمفوسايت. تمام، ولكن هذه الخليه هي لا سي دي 4 سيل ولا سي دي 8 سيل. تمام، ولا عندها تي سيل ريسبتور، وكذلك ما فيش عندها سي دي 3. عندها موليكول اسمه سي دي 56 وسي دي 16. السي دي 16 هو عباره عن مستقبل الانتي بودي الاي جي جي. تمام، وهي بتقتل اللي قدامها من الخلايا من خلال حاجه اسمها اي دي سي سي. ايش يعني اي دي سي سي؟ انتي بودي ديبندنت سيل سايتوتوكسيسيتي. تمام، انه من خلال وجود انتي بودي بيكون عباره عن زي جسر ما بين الخلايا. تمام، هو بيحصل القتل للخلايا اللي مراد قتلها من النيتشر كيلر سيل زي ما هنشوف يعني ليتر اون. طبعا تقتل كانه بتقتل بنفس الاسلوب اللي بتقتل فيه التي سايتوكسيك سيل، بس مش من خلال انتي بودي سايتوكسيك، لا السايتوكسيك سيل بتكون المقابله مباشره. تمام، كلوز وجه لوجه بدون انتي بودي. فالنيتشر كيلر سيل زي ما احنا شايفين هذا عباره عن صوره الى. تمام، عباره عن ليمفوسايت لارج. تمام، وعليها الاشياء اللي زي ذكرناها، وطبعا مالها بتتنشط بالانترلوكين 2 او انترفيرون جاما. يعني ممكن انا كتي سيل، احنا هذا الكلام قلناه انه الخلايا بتاعت الانيت وخلايا الادابتيف يعني بتتعاون مع بعض. يعني ممكن يطلع من عند خلايا الادابتيف زي التي هيلبر انترلوكين 2 او انترفيرون جاما ينشط خلايا النيتشر كيلر سيل. انا بيجيبوا لي الخلايا هذه النيتشر كيلر سيل. تمام، بس كمعلومه انه طول ما خلايا جسمي، الان احنا قلنا المعلومه هذه بانه خلايا جسمي كلها عليها ام اتش سي كلاس 1. تمام، ما عدا طبعا الريد بلاد سيل. طول ما خلايا جسمي عليها ام اتش سي كلاس 1 النيتشر كيلر سيل مش هتقرب منها انها تروح تدمرها. ما بيحصلش هذا الكلام كطوشه وتدمير الا لما بيحصل انه الام اتش سي كلاس 1 بصير له داون ريجوليشن. وهذا الكلام بيحصل في حالات ما يكون عندنا فيروس مجرم. تمام، يتحكم في الخليه او الخليه تحولت الى كانسر سيل فمنع ظهور الام اتش سي كلاس 1. تمام، ليش؟ لانه الام اتش سي كلاس 1 هو عباره عن موليكيول على السطح بيحبط خليه النيتشر كيلر سيل. هيك لازم نعرفه احنا. ليش؟ لانه بيقابل مستقبل الام اتش سي كلاس، بسموه هذا المستقبل كيلر انهبيتوري ريسبتور. تمام، وبيعطي اشاره للنيتشر كيلر سيل، يا نيتشر كيلر سيل الخامدي ما تصير الكيش اكتيفيشن بالشكل المختصر. تمام، ليش؟ لانه عندما تلتقي النيتشر كيلر سيل مع الخليه الاخرى في هناك مستقبل للخليه بتاعت النيتشر كيلر سيل بسموه كيلر اكتيفيتنج ريسبتور.
تمام. والكيلر اكتيفيتنج ريسبتور هذا في له ليجند، اوكي له ليجند، فالليجند هذا تمام بيحصل ارتباط مع الكيلر اكتيفيتنج ريسبتور وبتتنشط الخليه. لكن طول ما الكيلر انهبيتر ريسبتور شابك زي ما هو في الصوره اللي على الشمال، اعرف انه هنا ما فيش عندي كيلينج. لكن هنا في عندي كيلينج، ليش؟ لانه ما فيش التقاء ما بين الام اتش سي كلاس 1 والكيلر انهبيتر ريسبتور. في عندنا خليه اخرى اسمها نيتشر كيلر تي سيل، برضه بشكل مختصر هذه النيتشر كيلر تي سيل هي عباره عن تي سيل، لكن هي كمان ما لهاش علاقه بنفس الفلسفه بتاعت السبيسيفيسيتي موضوع الريسبتور، لكن هي بقول بتشبه الجاما دلتا وبتشبه البي سيل، على الرغم ان هم كمان حاطينها من ضمن خلايا الانيت تمام. لكن وين الدور بتاعها بشكل عام؟ هنا يقال احنا عاده لما نيجي تحدثنا من بدايه الحديد قلنا الام اتش سي كلاس هذه دائما عليها بيبتايد. هذه الخليه نيتشر كيلر تي سيل ما لهاش علاقه بالبيبتايد، إلى علاقة إنه لو أجت عندي مثلا الأنتيجين بريزنتنج سيل وعليها ليبيد، وقصدي فيها أخذت الميكروب والميكروب فيه ليبيد، يقال إنه هذا الليبيد يصير له برزنتيشن على مولكيول اسمه سي دي 1 دي تمام. والسي دي 1 دي هذا أوكي الموجود على وين؟ على سطح الخلية، على سطح مين؟ خلية الأنتيجين بريزنتنج سيل تمام. هيقابل تمام اللي هو الريسبتور بتاع خلية النيشر كيلر تي سيل، وهيحصل اكتيفيشن انه هذا التي سيل هتتنشط وتطلع انترلوكين 4 وتطلع انترفيرون جاما تمام. وهيقول للبي سيل تمام اتنشط يا بي سيل واعطيني انتي بودي خصوصي للليبيد هذا. هذا يقال في موضوع ايش الفانكشن بتاعت النيتشر كيلر تي سيل تمام. هذه صوره توضيحيه للبي سيل كيف ماشي عنا ومن وين بي لنفوسايد تي لنفوسايد. قصدي في اصل البي سيل كانت من البيرز، من البيرسا او فابريكاس، منطقه موجوده في الطيور. فطبعا في الماملز في البون مارو موجود هذا البي سيل، وفي المجرة موجوده في السيركوليشن البي سيل. تي سيل نفس القضيه بتروح على التايمز بعد هيك بتروح على السيركوليشن وفي الاخر بتكون في الليمف نود. هذه صورة توضيحية للخلايا وعلاقتها مع بعض. في عندنا خلايا أخرى ماكروفيج مونوسايت. المونونيوكليار سيل هي مونوسايت. احنا بنعرف دائما المونوسايت في السيركوليشن هي مونوسايت، لكن لما بتروح على التشو بصير عبارة عن ماكروفيج تمام. في حالة ما بكون عندي طبعا فاجوسيتوسيس هذه الخلية طبعا بتكبر بشكل كبير تقريبا 5 مرات وعندها لايسوزايمز، وفي عندنا هناك موجود التدمير بيحصل عندنا من خلال اتحاد الخلية الفاجوسوم مع اللايسوسوم بصير عندنا تدمير للميكروب. بقول لي هذه الخلية لها اسماء اعتمادا على موقعها. اذا كنت انا في اللانج زي ما احنا شايفين طلع عليهم، اذا كنت انا في الكونكتيف تيشيو، في الليفر، في الكيدني، في البرين، في البون، كل واحدة من هذول لها اسم. في اللانج انا اسمي الليفيلر ماكروفيج، في الكونكتيف تيشيو انا اسمي هيستوسايت، في الليفر اسمه كفر سيل، في الكيدني اسمها ميزنجل، في البرين اسمها مايكروغليال، في البون اسمها اوستيوكلاست، من باب المعرفه وطبيعه الاسماء بالنسبه للخلايا. بقول لي هذا الماكروفيج كمان نشيطه بتعمل انتاج للسيتوكاينز، بساعد في عمليه الانفلاميشن تمام، زي ما هنتحدث عنه في الانفلاميشن ان شاء الله لاحقا وايش دور هذه السيتوكاينز تمام، انه لها علاقه بايش في موضوع الانفلاميشن بروسيس، وكذلك في موضوع تنشيط للليفر، تنشيط للهايبوتالاموس وهلم جارا تمام. هنحكي عنه ان شاء الله في موضوع الانفلاميشن والانيت اميونيتي. الجرانيلوسايت طبعا معروفه، في عندنا منها بيزوفيل، ايزينوفيل، نيوتروفيل، بشكلوا لي نسبه معينه طلعوا عليهم. في عندنا دندريتك سيل اللي قلنا عنها، هذه عباره عن البروفيشنال انتيجين بريزنتنج سيل. مالها هذه الانتيجين بريزنتنج سيل؟ اسمها دندريتك سيل لانها لها زي الدنترايتس متشعبه، يعني السيتوبلازم بتاعها عامل زي ادرع تمام، دنترايتس عشان يسموها دندريتك سيل. موجوده في عده مناطق، ممكن اذا كانت موجوده في السكين بنسميها لانجر هانز، اذا كان موجوده عندي في الاورجانز تمام، بين الخلايا في الاورجان، في الليفر، في الكدني، في اللانج بنسميها انترستيشال،
اذا كانت موجوده في منطقه السكندري لينفويد تيشو ورايحه تعمل عمليه عرض بنسميها انتر ديجيتيتنج دندريتك سيل. اذا موجوده في السيركوليشن بنسميها سيركوليتنج. في عندنا نوع ثاني من الفوليكولر من الدندريتك سيل اسمه فوليكولر دندريتك سيل، بيقول عنها الخليه المخفيه. تمام، هذه الخليه الفوليكولر تنشا في نفس المكان اللي هي بتكون فيه وتضل فيه، ومالها بتساعد في عمليه تحفيز البي سيل. واضح الكلام هذا؟ اذا هذه الخليه دندريتك سيل لكن ما عليهاش امات سي كلاس 2. واضح؟ اعيد ثاني، خليه دندريتك سيل تخلق في المنطقه اللي هي فيها وبتضل فيها. تمام، عليها ايش؟ مستقبلات، ما فيش عليها امات سي كلاس 2، عليها مستقبلات للكومبلمنت ريسبتور 1 2 3. تمام، وعليها مستقبل لمين؟ للانتي بادي. عليها مستقبل لايش؟ للانتي بادي. يعني ممكن يجي انتي بادي يقعد على هذه الخليه بشكل او باخر يعملها عمليه تنشيط بشكل عام. الان ايش بقول لي؟ هذه الخليه اوكي بتساعد في عمليه تحفيز اللي هو البي سيل، ما لهاش علاقه في الدندريتك سيل اللي اجت على اللي هي الدار بتاعت التي سيل. لا، هذه مستقله بذاتها تلتقي مع البي سيل. تلتقي مع ايش؟ مع البي سيل. يقال انها تلتقي مع البي سيل من خلال انه الكومبلمنت عليه انتيجين. تمام، الكومبلمنت عليه انتيجين، والانتيجين هذا عليه ريسبتور، عفوا الكومبلمنت عليه شابك الانتيجين على الكومبلمنت على الانتيجين، الكومبلمنت له ريسبتور. تمام، والريسبتور هذا وين موجود؟ موجود على الفولكولار دنتريك سيل. البي سيل عليها انتي بادي وشبك للانتيجين، فبلتقي عندي بي سيل مع الانتيجين مع الكومبلمنت مع الريسبتور تاع الكومبلمنت مع الفولكولار دنتريك سيل. يقال هذا اللقاء يساعد انه يصير يطلع عندي سيتوكاينز من الفولكولار دنتريك سيل، يحفز لي مين؟ يحفز لي البي سيل. اذا انا فهمت انا البي سيل تحتاج الى تحفيز من الدنتريك اللي هي الفولكولار دنتريك سيل، كما انها كمان تحتاج الى ايش؟ الى تحفيز من التي هيل بارسيل. اذا انا الان كمعلومه كبي سيل اذا اردت ان اكون بلازما سيل واكون ميموري سيل لازم التقي مع الفوليكولار دنتريك سيل، والتقي مع مين؟ والتقي مع اللي هو التي هيل بارسيل. مع التي ايش؟ مع التي هيل بار سيل، مع التي هيل بار سيل. اوكي، هذا للتوضيح. نيجي اللي بعده، بقول لي طبعا دندريتك سيل في عندنا صار لها اسماء. تمام، موجودات عندنا، حاولوا تطلعوا عليهم من باب المعرفه. بيجي بيطلع هنا على هذا الشكل موجود عندي هنا. هنا عندي بون مارو وعندي انا بلاد وعندي تيشو. الان في عندنا احنا قلنا مايلويد بروكورسر زي ما احنا شايفين هنا في الشمال بيعطيني مونوسايت، بقول لي انا المونوسايت اللي انت شايفها هذه بامكانها تتعرض لانتيجين، عفوا تتعرض لمين؟ للسيتوكاينز. فبقول لي المونوسايت دائما بتشتغل از تو بايبوت او بسموه بايبوت بوتنشال، انه بامكاني انا مونوسايت اكون عباره عن دندريتك سيل او انا مونوسايت اكون عباره عن ماكروفيج، وهذا اعتمادا على مين؟ اعتمادا على السيتوكاينز اللي بتجيني. تمام، يعني مثلا لو انا رحت طلعت من جسمي مونوسايت والمونوسايت هذه قمت عرضتها انا لسيرتين سيتوكاين ممكن اصير دنتريتك سيل، وانا برا بحكي في المختبر، او عرضتها لادر سيتوكاينز. تمام، يعني مثلا لو عرضتها لانترلوكين 4 و جي ام سي اس اف ممكن يحصل اني انا اصير دنتريتك سيل، لكن لو عرضتني لجي ام سي اس اف كمونوسايت ممكن اصير ماكروفيج. واضح؟ هذا الكلام ممكن يحصل عندنا في اللاب، يحصل عنا وين؟ في اللاب واحنا بنحضر في الخلايا، ممكن نحضر دنتريتك سيل وممكن نحضر ايش؟ نحضر مونوسايت عفوا ماكروفيج او دنتريتك سيل اعتمادا على مين؟ على السيتوكاينز اللي انا اضفتهم، على السيتوكاينز اللي انا ايش؟ اللي انا اضفتهم. اوكي، هنا عباره عن توصيف بقول لي الخلايا الانتيجين بريزنتنج سيل اللي ذكرتهم في منهم دنتريتك سيل ماكروفيج بي لمفوسايت، هذول بياخذوا الانتيجين. هاي زي ما انتم شايفين عندنا مستقبلات وعندنا عرض لهذا الانتيجين سواء كان دنتريتك سيل ماكروفيج بي لمفوسايت، فكلهم بياخذوا الانتيجين
سواء كان اندوسايتوسيس فاجوسايتوسيس وانا في عندنا ريسبتور. بقول لي والله هذول التنين عندهم تقريبا انتاج للام اس سي كلاس 2، طبعا احنا قلنا عنهم انتيجين بريزنتنج سيل، تمام، بالاخص ايه هذه الماكروفاج لما تتنشط بزيد مالهم، والله عندهم كوستوميلاتري موليكيول لما بتنشطوا، والله اللي هم مين بي 7 اللي قلنا عنها سي دي 80. طيب نيجي لاخر حاجه، هذول الموليكيولز الموجودين عندنا هل بيعملوا، او هذول الخلايا بيعملوا تنشيط للتي سيل؟ والله بنشطوا، انا دندريتك سيل بنشط النايف والافكتور والميموري. بتطلع على الماكروفيج وين بتنشط؟ ما لهاش علاقه في النايف، مين هي النايف الساعه الطازه تنشط افكتور وميموري. الدي سيل ممكن تنشط النايف لما تصير نشيطه والافكتور والميموري، تمام، لكن وهي الساعه ما زالت مش نشيطه كثير ممكن تنشط الافكتور والميموري، تمام. لو قابلت افكتور او ميموري ممكن تنشط بشكل او باخر. هذا من باب التعريف في الخلايا. هنا رسم او بمعنى اصح صوره تحت الالكترون مايكروسكوب بوضح لي الفوليكولار دنتريك سيل الموجوده في منطقه الفوليكلز في الليمف نودز وعليها بيدز، تمام. اوكي، هذه البيتز عليها انتيجين انتي بادي كومبلكس